حبابي والناس، اليوم كنشارك معكم الافتتاح ديال المحل ديال بوتيكيت. غادي نوريكم الوجهه هي الاولى وعاد نمشيو تعرفوا على المحل. هذا حمام ديال الاناقه اللي كيتواجد حدا التيرمينيس ديال 50 وبالضبط حدا الطاكسيات اللي حدا 50 شارع ام الرابع. غادي تدخلوا مع الزنقه ديال العدول، سميتها الزنقه ديال العدول حيت فيها المكاتب ديال العدول بزاف، عليها تسمات بهذه الزنقه الزنقه ديال العدول. مرحبا بكم والف مرحبا، ومرحبا بكم في الولفه. عندنا هنا الناس ديال الولفه ويلاه بانوا هالمحل ديال بوتيكيت حل جديد. انتم احبابي وناسي كتلقاو واحد لاجونس ديال الكرات السيارات، وكنزيدو غير شي شويه كنلقاو المحل ديال اختي وفاء بوتيكيت. مرحبا بكم والف مرحبا. ما شاء الله والله اكبر، يكونوا قدامنا ان شاء الله قدامي وقدامكم قدام الخير والتيسير. انتما كاين الملابس ديال الرجال ديال النساء وديال الاطفال، كذلك كلشي يلبس العائله كلها تلبس من عند اختي وفاء ما شاء الله. بالنسبه لهنا كاينين ماركات مشهورين ومعروفين، انا دائما كنحاول نجيب لكم شي حاجه تكون جوده مزيانه ويكون الثمن حتى هو مزيان، باش كلشي يلبس، اللي عنده اللي ما عندوش يلبس حاجه مزيانه. بالنسبه للملابس ديال الاطفال كاينه ماركات مشهورين ومعروفين، لا داعي باش نذكر لكم الاسم ديالها. ولا بغيتوا تمشيو لشي اسبوع وبغيتوا تدوا شي هديه زوينه ديال الخلوق هكا، راه موجوده وكاينه وداكشي ممتاز. كذلك ما نساوش كاينين السيكان، كاين المخاوير، راه غادي نبين لكم غير اللقطات حيت عاد غادي تدخل الجديد، وكاين العبايات، راه كاين وكاين وكاين. واليوم داير لكم الثمن حصري ديال عالم نسيمة بالمناسبة ديال الافتتاح، ديال الافتتاح عفوا. هانتوما كما كتشاهدوا كاينين بيجامات حتى هما فيهم لي مارك مشهورين ومعروفين بزاف. بالنسبة اللي بغى شي واحد يدير شي عروسة هادية أو النافسة، عرفتوا دابا راه ولا حتى في الكلينيك كنلبسوا بيجامات مزيانين. مرحبا بكم والف مرحبا، وبقاو معايا ورحبوا حتى نتوما باختي وفاء عند بوتيكيت. مرحبا بكم اخوتي واعزائي المشاهدين ديالي المتابعين ديالي، مرحبا بكم والف مرحبا. كما عودتكم دائما كنجيب لكم الجديد والجميل والحصري، وهذا الشيء اليوم حصري، ولاول مره كنشارك معكم الافتتاح ديال هذا المحل. بطبيعه الحال كما سمعتوا في مقدمه الفيديو راه كاين في الولفه. مرحبا بكم والف مرحبا. مرحبا بالاخت، عرفني على المحل ديالك والاسم. السلام عليكم، انا معكم اختكم وفاء. مرحبا بكم في المحل الجديد، وهو فيه كل جديد وكل حاجات نادره، يعني ما كتلقاوهاش في اي موضه. وكل ما يتعلق بالسيده بصفه عامه، يعني الاكسسوارات ديال السيدات سواء بنيتات من 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 الاطفال من الزياده من الزياده. مرحبا بي وناسي مثلا، انتم راه غتبقاو معايا وغادي نعرفكم على المحل غير مقتطفات في الحلقات الجايه ان شاء الله، غتعرفوا على اكثر واكثر من الزياده حتى السيدات اللي بحالي في الشباب. انتم احبابي، مرحبا بكم. وكاين السيكان وكاين وكاين وكاين، هادو ماركات مشهورين ومعروفين، ولكن ما غاديش براندات كبيره وعالميه وباثمنه يعني كثير 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 مدروسه ومناسبه، يعني في متناول الجميع كما كنقول. غتبقاو معايا باش غادي نوريكم شنو كاين في هذا المحل الجميل والرائع وحصري ولاول مره. غادي نبرعكم المشاهدين ديالي، كلشي غادي يلبس اللي عنده واللي ما عندوش، ولكن كنأكد ان راه ماركات مشهورين ومعروفين. مرحبا بكم، بقاو معايا خواتاتي وصحاباتي. كتعرفوني انا كندخل شي محل وكيعجبني بزاف وكيبان لي داكشي متول وزوين، يعني جوده عاليه، راه كندوخ كنبقى يدي وعيني كتشفر. عاودتكم انتم احبابي وناسي، غادي نوريكم حاجه بحاجه. مثلا هذا انتم كما كتشاهدوا، راه نحط هذا باش قلت هذا انتم هذايا، غادي نحلو لكم خبرك ما تحليش. هانتوما باش نوريكم علاش كنحلو، باش تشوفوا الخدمه ديالو الفينيسيون ديالو كيف عامل. هانتوما انا ما غاديش هادو بطبيعه الحال راه هاي كوبي، ولكن الخدمه ديالو متقونه وزوينه بزاف بزاف. ماشي غادي نقولوا راه نتوما احبابي وناسي اخوتي، الا بغيتوا تشريو الفري ديالو هذا راه غالبه الثمن. انا كنقول لكم الحقيقه من الاول، هانتوما الخدمه ديالو زوينه، ما يتقشر ما يعوج ما يتكمش ما يوقع عليه حتى حاجه. هانتوما ها الحزيم ديالو، هذا الثمن ديالو بشحال كيبقى اختي؟
غير 250 درهم بالمناسبه ديال الافتتاح ديال المحل. كاين كلشي بمناسبه الافتتاح، هاد الاثمنه غير بمناسبه الافتتاح، ولكن من بعد راه غادي ترجع الاثمنه ديالها العاديه. هادو كاينين فيهم اللوينات ولا بقى هذا؟ بقاو فيهم غير هاد اللون، وبقاو فيهم هاد الالوان هادو بشكل اخر. مابقاوش فيهم الالوان، تباعوا. المهم ما عليناش، هانتوما غير 250 درهم. غادي ندوز معكم موديل اخر، هذا فهمتي، هانتوما هادو غوتشي الخدمه ديالهم زوينه ومتقونه بزاف بزاف كما كنقولوا. ماستر كوبي، اييه ماستر كوبي، هذا الماستر كوبي، هذا الضمان 3 سنين. هانتوما هذا الضمان ديالو ديال 3 سنين حبابي وناسي، هانتوما الكارونتي ديالو بلاكارت ديالو. شوف الضمان ديالو بالكارونتي ديالو 3 سنين، اكثر من هادشي ما كاين. حاليا 600 بمناسبه افتتاح المحل. هادو الثمن ديالهم حقيقه حقيقي 700 درهم، ودابا دايره لهم غير 600. اللوان ديالهم كاينين ولا ما بقاش؟ كاين نوار، كاين هذا وكاين مارون، بقى فيهم هاد المارون كامل ولا نوار. الوان مناسبه كتجي مع كل لبسه، هذا راه كيمشي مع كل شيء. كل شحال ديال زوين مع لا مونطو. تري جول بيس. انا غنوريكم غير شويه شويه من الحاجه باش ما يجيكمش هاد الفيديو طول، والمهم من هادشي انكم تعرفوا على المحل. كاين هاد المحدق الزويون، هاد الغزيون، هذا هذا عجبني فنيون، هذا محدق، هذا محيده منه كان 350، محيده منه 50 درهم. هذا كان 350 درهم، بقى غير 300 درهم، هذا راه تباع. ما بقاش، مازال غتجيبيهم؟ ان شاء الله مازال غتجيبهم. وكاين ال في هو غزال جلد، غزال ضمان 3 سنين، كلهم ضمان 3 سنين. هادو هادو بلا كارت ديالهم، هادو كري. عمركم حبابي وناسي خديتو شي ساك بالضمان؟ هو ها هي شنو سميتك اختي؟ وفاء. اختي وفاء دارت لكم الكارونتي ديالو 3 سنين، اكثر من هادشي ما كاينش. ب 600 درهم تاعو انتما عطاتكم الضمان ديالو. شوفوا الجلد ديالو رطيطه، هانتوما بقى قطعه كثير حلوه، كري ونوار. هادو جاكوب، هادو كي الكري والنوار دي بقاو فيه الكري والنوار وهاد المارون، وهاد المارون ثلاثة اللوينات اللي كاينين. هذا بقى ب 700، هذا 600، هو حيدت بعتهم ب 700 وعلى مناسبة المحل خليتهم ب 600، غير هاد المناسبة ديال يلاه حلينا 600 درهم. ولكن قطعة قطعة زوينة وبالكارونتي ديالو، الكارونتي ديالو هادو جاكوب. شوفي لها الحزام ديالو من الداخل، غزال. هذه حتى هي الكاليتي ديالو عالية، ومعمول على 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 جودة عالية، على جودة عالية وزوين وبخاتيك. هذاك كان بيعو نتوما ب 500، دايرة ليهم عنده الحزام ديالو غزال، دايرة ليهم غير 400 اللي خارج ألامور، 400 درهم. أو فيهم غير هادو تباعوا ما شاء الله. هذا أول ما درنا الافتتاح سبحان الله، أكثر أكثر قطع تباعوا لي فهاد جاكوب هذا. ما شاء الله كان عندي منهم شي سبعة، بقاو منهم جوج، هادو بقاو جوج. غادي تباعوا غير 400 درهم فقط. كابخيسة، هادي كابخيسة، هذا جلد حقيقي، هادي معروفة، هادي هادي معروفة كابخيسة، هادي ماركة معروفة تاع الشنط، سواء الشنط تاع السفر أو الشنط تاع الإيد. يعني براند، ماشي مصدر، براند أوريجينال. انتم سمعتوا جلد طبيعي معروف، هذا راه فاتح حتى في المول، حتى في كتقطع حتى في المول، فاتح المخازن ديال لا شفتوا كيف عامل جلد طبيعي هذا. انتم حيد هذا كله جلد 100%. هذا كابريسا، لا مارك كابريسا، اي حد حيدخل غادي يعرف لا مارك. هذه مختصه في الشنط وفي الشنط ديال السفر والشنط ديال اللابتوبات، كلهم جلد طبيعي. ايطاليا، هذا اللي بقى، هذا اللي بقى فيه. شمن اللون كانوا فيه شحال؟ هذا كان فيه لو غري، كان فيه لو نوار، كان فيه لو نوار مع الغري، كان فيه البيج، كان فيه كامل. وان شاء الله باذن الله غادي نجيب منه معاود. هذا غادي يجيو الثمن؟ هادو كيديروا 400. هادو 400 درهم. 400. وكانوا شحال هذيك انت دايره لهم؟ شحال هذا؟ هذا كنت دايره لهم 500. 500. كنأكد من المناسبه ديال الافتتاح وما بقاوش هادو تساهله. هذا حتى الغسيل ممكن تغسلوا وتمسحوا. هكاك. جلد طبيعي 100%. حيت هذا جلد طبيعي ممكن انكم تغسلوا ما تخافوش عليه. ولكن انتم ما شاء الله حافظوا عليه، بلا ما تغسلوا ما غاديش يوصل لهاد الدرجه ديال الغسيل. كاين هادو؟ هادو ال في لوي فيتون. اللي وريت غير الكري ديالو. هادو اللي بقى فيه، هاد لو كري ديالو حتى هو زوين بزاف، وبقى فيه هاد لاكولور. ومرحبا بالجميع. هانتوما قطعه كتهزيها ما كتكونش غودي، ما كتكونش من منتشره. هذا غودي حتى هو غزال، هاد لا مارك
هاد لاماخ غودي هي تابعه لاماخ فيرزاتشي. عندي فيها لي زيسبا وعندي فيها السيكل. هذه الاوريجينال ماشي الماستر. هذه الاوريجينال تاعها الحقيقيه الاصليه. غودي هذا اصلي تابعه لفيرزاتشي. قطعه زوينه هذا بقى فيه غير هذا اللون. واكيد راه عندها هذه عندها السلطه ديالها ولا عندها؟ اكيد كاين عندها السلطه ديالها هي بلاصتو كاين السلطه ديالها وكل جلد ماركاج وهذا كله جلد تا هو غزال. هذه راه حقيقيه هذا غودي هذه اون براند سميتها غودي هي مكتوبه تابعة لفيرزاتشي. غودي الثمن ديالها بشحال؟ هذا 600 تا هو هذا كلهم خليتهم ب 600. غير بغيت نقول لكم خواتاتي غير سارعوا قبل انا في هذه الكميه حيت ما تباعوا بقاو غير شويه يعني حبات حبات الا بغيتوهم اجيو لهم حيت ما بقاوش بزاف ان شاء الله يكون خير. وكاين 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 انا ما وريتكمش كلشي باش حتى تجيو للمحل وتكتشفوا اكثر واكثر. ودابا ان شاء الله غادي ندوزو معكم حاجه اخرى غنشوف شنو غندوز لكم. ودابا غادي ندوز لكم بعض المقتطفات. هذه كتجي بحال قندوره ياك اختي؟ قندوره فراشه. قندوره فراشه ديال العشيه لابخي ميدي حضور رمضان اعياد غزاله توب غزال كريب مطلوق خدمه غزاله كتلبسيها اونيك ما كاين حتى شي وحده لابساها بحالك لابساها غير نتيا. وشوفوا هنا غزاله وداك العشوائي اللي مصبوب فيها كيحمر الشال ديالها عندها الشال ديالها غزال حتى هو بداك الطريزات ديال العشوائي اللي فيها ما كيتحيدوا ما والو عرفتي ملصقين مزيان مزيان يعني سريعه غزاله صراحه هماويه غزاله هماويه فعلا كما قالت لكم اخت نسيمه شي حاجه هماويه وما غتجبروهاش شي واحد لابس بحالها. انا جبت لكم هذا الشيء حصري الناس اللي كيبغيو يلبسوا غير بوحديتهم اجيو عند اختي حلال ياك وفاء وفاء معطيني انا كثرت السمايس عندي عند اختي وفاء. هذه الطاي ديالها الاكس اكس ال 56 هذه فيها هذه 56 غتكون ما بين ولكن راه وافيه لارج. هما هادو باش نعطيكم بدل المناسبه هادو منخويين غير المهم الكتاف يجي اما هما كيتلبسوا منخويين غزاله بياسه غزاله الشكل ديالها كيحمق غزاله عندها هاد الفتيحه هذه وثمن ثوب هذا هذا المفروض لك الكريب الكريب حرير نازل بحال فيه واحد بحال الكريب كريني كيقولوا له غزال لون داك لو فيغ ملكي رويال قبطه معايا باش يشوف التسعيره ها هي انتما قطعه كتحمق غزاله من خويا وهذه الميزه فيها كتكاموفلي اللي ضعيف كتجي مزيانه اللي عامر كتجي مزيانه لان كتكاموفلي الفصال تاعها كتكاموفلي حمقني نشوف هذا النوار ديالها هذه بشحال ما قلناش هذه 400 هذه 400 درهم بالمناسبه نسيمه العبايات كلهم اللي بقاو ليا كنت كنبيعهم ب 600 كلهم ديال لي 400 بابي ونسي اللي جا من طرفي كلشي غادي يلبس ب 400 درهم باش نجيب السلعه جديده قبل انا الكميه حيت ان شاء الله انتم عارفين رمضان على الابواب وغادي نبارطاجي معكم السلعه يلاه كي كتنزلها غادي نكون انا ان شاء الله الا بقيت في العمر باذن الله حاضره ناضره نجيب لكم نوتخ موديل هذه حتى هي غزاله ملبته غزاله تاعي هي كيجي معاها الشال ديالها ضروري الشال ديالها انتما شوفوا الفينيسيون يعني. وعرفتي ما تصلحي ما والو هذه حتى الا بغيتي تصبنيها غير بوحدك عرفتي غير كدوزي عليها ولا بلاش كاع غير تنشريها غير مزيان غير في الصابون ما تصبنيهاش في الماكينه غير تخشيها في الماء بالشامبون طلعيها ونشريها ولبسي لان الثوب مطلوق اون تري بيل بيس كتجي حتى لهنايا وكيحبسوا داك عند الطبقات قلنا كتبقى حلوله باش متتعكرش يعني حتى هذه غادي نقول عليها غزاله وكتحمق ما فيهاش الطاي ديالها ولكن راه كبيره حتى هي كتبقى غير ب 400 درهم لا فيها لي طاي فيها هنشوفي ولكن بان لي 58 عندك غنوريكم هذا وهي المعفره هذه حتى هي غزاله حتى هي هذه فنه كتجي هانتوما كتجي هذه حتى هي 56 هانتوما شوف كيف هذه فيها جوج لوينات بقى فيها لو غري وبقى فيها لو نوار ديال الامارات هذو كلهم ديال الامارات ديال دبي هذو كلهم الامارات كلهم شوفوا قبطي معايا بنتي باش نشوف من هنايا هكا كيف كيبانوا هانتوما شوف كي كتجي وعندها الحزام كتحزم من هنا من الداخل باش كتبقى تبين لها فورم ديال العبايه هي باش كتقبطها من الداخل راه عندها الحزام ديالها معفينوها كتجي غزاله قطعه كتحمق هذه هو الحزام ديالها باش كتجيكم من لهنايا مجموعه داك الشيء وكتقبض لكم الشكل ديالكم وفي نفس الوقت راه كتبقى وكتجي مريحه في اللبسه هادو كلهم كناكدوا شوفوا هذه ديالها غير 400 درهم فقط هذا الشيء حصري كل شيء شوفي التوكي حصري عند اختي وفاء انتما شوفي التوكي داير شوفوا هذه غزالة هذه من خويها تا هي شوفي الطريزات من حتى لتحت شوفي شوفي الفصالة غزالة شوفي الفصالة والثوب طايح الثوب غزال كل
كلهم كل عبايه غتاخذوها بالشال ديالها، ما تقلبوش على الشال اللي غيجي معاها، راه دايرين لكم الشال ديالنا. واخا الفيديو يجيكم شويه طويل، ولكن باش نعطيكم ادق التفاصيل على هذا المحل هذا والجوده ديال الملابس ديالو. كناكد حبابي وناسي الجوده ديال الملابس، وكلهم هادي عندهم طرطقات من التحت، ما عرفتش كيسميوهم طرطقات. شوفي هذه غزاله القطعه، هاد القطعه اكسكلوزيف غزاله، هادي الحضور حتى اللي ما بغات تلبس لا تخشيطها لا قفطان، تلبسها غير هي وتحضر بها كتحمق. وبمناسبه ان شاء الله الشهر الكريم اللي جاي رمضان غزيولين، هادو كيجيو في اللبسه وهماويين، والثوب غزال والخيط ديالو والثوب، وحتى الخدمه غزاله ما كتخافيش منها نهائيا. والاسعار راه جد مناسبه، منزله فيهم بزاف 400 درهم حتى هي. ها الشال ديالها ها هو كبير، وجا هذا اللي كيكون هنايا في القدام كيجي هو اللي كيكون هنا رئيسي، كتكون هاد الجهه كيفاه هادشي كلشي غلط يعني من الصعب تلقاي. كنأكد مرات واخا تقولوا لي الناس ما كتعاودي الكلام، غادي نعاودوه مرات ثانيا وثالثا ورابعا، هادشي ما غتجبروش شي بلاصه اخرى حيت ما غتلقاوش هاد البياسه شي واحد لابسكم بحال يعني، حيت الجوده عاليه وحتى الموديل جديد وزوين. ها نتوما هضري لنا اختي وفاء على هذه. ايوا هي القطعه كتهضر على راسها. انا اللي غادي نضمن لكم هو الثوب، ضمن الله الثوب غزال كيحمق نازل، ما محتاج لا تحط لا تكويه لا تصلحيه لا والو، وهماويه في اللبسه من السلك كتدخلكم لبسوه كيتنشروه لبسوه ما تصلحوش حتى حاجه، وفي نفس الوقت عندها بزاف المناسبات متعدده، تقدري تلبسيها غير في العشيه، تلبسيها غير في رمضان، تلبسيها في العيد، زعما شي حاجه اللي زويونه والاسعار جد مناسبه. ومرحبا بكم جميعا. ها حتى هي فيغ اوليف، هذا الان فيغ اوليف، شوفي ديال الكميمات كي دايرين. هنا دايرين لا الكميمات بلاستيك، شوفوا هادو بلاستيك هنايا، شفتوا هنايا هابطه من هنا هابطه، هادي كتجي غزاله حتى هي فينا فينا زيتيه، شوفوا كي دايره سنه، وهادشي هابط حتى لتحت. واكيد انا كنأكد كل عبايه عندها الشال ديالها، كلشي كيبقى بنفس الثمن. وان شاء الله راه مازال غتجيب السلعه بمناسبه رمضان على الابواب، الله يدخلوا عليكم بالصحه والرزق والتيسير ان شاء الله. شفتوا دابا ندوزو لحاجه اخرى، انا نوريكم السروال ديالها وهادو راه البارح فاش كنت جيت كنصور البارح ولكن ما كتبش، راه جات واحد العروسه وخدات من هادو، يعني كنحطوهم في الشوار ديالها كيجيو زوينين. هادو غزال، هادو ما كاينينش ما تلقاوهمش في السوق، هادو ما كاينينش يعني ما غاتبروش كاليتي ديال الثوب كيحمقوا. هادو واخا تقولوا لي انا سيما ورا بالكريمه، انتم عارفين حبابي وناسي راه الديور دابا تخيخني، لا ماشي غير تخيخني دابا صافي عندي شويه في لاشامبغ ديالي المغرب، ما بقاش فيه حتى البرد بزاف. كنأكد على العريسات هادو كيحلالساهم، انتم أغزي ولين هادو قطع زوينه. شوفي السري ديالي غنوريكم غير الموديلات وصافي، نشوفو شي موديل اخر. كاينين موديلات اخرين بالنسبه كنأكد هي كاين هاد الغوز هادو، هادي كنقول لكم راه جوده عاليه بزاف بزاف. هادو البنات والعويتقات لي مادموزيل ولي دام، هادو كتلبسي شي حاجه اللي هي ما نوريكم شكون، خليو حتى تجيو المحل ان شاء الله تعرفوا على اكثر. هانتوما نوريكم هادو فيكتوريا سكرت، اكيد راه غادي يعرفوها. هادو غزيو القطعه زوينين بالسريولات ديالهم، داكشي ممتاز وجوده عاليه بزاف بزاف، وراه تمشاو لها ما شاء الله والله اكبر. فعلا والله بعتهم في الدار قبل ما ندير المحل. هادي ما شاء الله شوفوا كيف عامله، غنجبد لكم السروال هادي باش تشوفوا عنكم. شوفي مخدومين تقولي اونصومبل تخرجي بيها ماشي بيجامه. والله هذا كاع ما خصني ما نوضو ما هذا الفطور خصو يجي عندنا حتى لبلاصتنا. داكشي اللي كاين علاش النساء المغربي دلعوا راسهم، ماشي غير العروسه تلبس ولا شي حاجه، ماشي غير العروسه كاع العيالات كلهم ساكن، يعني النساء المغرب يستحقوا انهم يدلعوا نفسهم في الحقيقه. فعلا فعلا هذه حقيقه، فنه واخا غير مره في الاسبوع المراه المغربيه تدلع نفسها حتى تستحق، يعني كتكافح بزاف مسكينه.
مازالو كاين وكاين عندو اللي بغا اللي بغاو سخان ها هما سخيخنين سخانين حتى هما كاينين جيبي لي اختي عافاك نحنك هادوك اللي بالكمام الطوالي اللي كان يبغيو بالنسبه لهادو جوده عاليه كنأكد انهم جوده عاليه ديال تركيا اختي اه ديال تركيا عرفت ولكن الجوده ديالهم مزيانه فيهم اللوينات عندي غزالين هذه المبره مفنه ها انتما شوف كيفاش كتجي واخا بان هذه راه هادو ديال تركيا ولكن ماشي هاد السلعه اللي دالعه بغيت نقول لكم بان ماشي هاد السلعه اللي دالعه هادو راه كندوزاتهم بثمن كندوزاتهم ب 400 ورديتهم ب 350 ياك 370 كانوا نقصات فيهم شي شويه ولكن الجوده عاليه المبره والله العظيم زعما اللي غادي ياخذها غادي يجي يشكرني عليها مبره غزاله غزاله البلوغ ديالهم كيحمق فيهم اللوينات نقصت فيهم انا بعتهم ب 400 صراحه ما غير متاكد انها جوده عاليه هادو طوالي هاد طوال لا حتى ما بشري ولا لا هاد لا الفوقاني طويل حد بحال لي لا بان لي حيت طويل ولا السروال ديالو اييه مزيان صافي لا لا فيه غزيين ولينا هاد هانتوما احبابي وناسي 370 كلهم هاد درتهم 370 هاد الصحاب وشوفوا حتى من هاد الصدافه دايرين فيها لي زيست خاص دايرين فيها لي زيست خاص واحد اللعيبه دايره هنا لا زوينين مخدومين شوفي شوفي الرجيلات كي مخدومين وغير الاشاره بالنسبه للنفسات كفكره فكرت في النفسات انا ما عرف دائما مضروبه على النفسات ما عرف مالي راه شوفي غير الرجيلات كيف مخدومين والفيلوغ ديالهم كيحمق الكلينيك الكلينيك وحتى هذه سكرت فيها النفسه كتبغي هكا النفسات والعريسات تاخذ البينوار الا لقات شي بينوار تنسخ هي النفسات هي العريسات وفاء دابا عرفتوا حبابي وناسي في النفسات راه كتبغي تنفس شي حاجه في الكلينيك راه عرفتوا دابا ولا الكلينيك راه البوفي وتلبس بحالها بحال البيبي ديالها نفس اللون هانتوما ممتازه وكتدير لها البينوار ديالها من الفوق يعني هانتوما عارفين الكلينيك راه كيكون سخون وداكشي ولكن هي تجي عند اختي وفاء وتنسق لها البينوار من الفوق انا كفكره شوفونا في المحل كاملين راه اللي غادي يجي غادي يشوف وحده غياخذ وحده والتاليه يعني فعلا القطع زوينه وكتستاهل صراحه وخدمتهم دقيقه والهذا والجوده في القماش وفي الخياطه هذا اهم شيء وماشي كتاخذي حاجه ودير لك الحساسيه هذا حيت جينا نوريكم كل شيء راه بزاف هادو طوالي هادو تما ديال تركيا القطيفه هادو القطيفه غزاله بجوده عاليه حتى هما كنأكد ان هاد الشيء اللي كنوريكم في هذا المحل راه ما غتلقاوش دالح شوفي هذه تركيا حتى هي بزاف تركيا بلا ما نحلهم يعني كاين الاختيارات بزاف بزاف في البيجامات هادو كلهم جايين من تركيا تركيين يعني ماشي ستيل تركي لا هما مخدومين في تركيا وكاين كاين البيلوار البنات هذا حيت جينا نوريكم كل شيء راه بزاف هادو طوالي هادو تما ديال تركيا القطيفه هادو القطيفه غزاله جوده عاليه حتى هما كنأكد ان هذا الشيء اللي كنوريكم في هذا المحل راه ما غتلقاوش دالح متأذي شوفي هذه تركيه حتى هي بزاف هذه تركيه حتى بلا ما نحلهم يعني كاين الاختيارات بزاف كاين الاختيارات بزاف في البيجامات هادو كلهم جايين من تركيا تركيين يعني ماشي ستيل تركي لا هما مخدومين في تركيا وكاين البيلوار البنات هانتوما بينوار ما تلقاوش شي انا مازال معاكم حتى كنقول شي شويه غادي نحبس ولكن راه ما سخيتش في الحقيقه راه ما سخيتش غير نقول لكم راه كاين وكاين شوفوا هذا البينوار هذا شفتوا الظهر ديالو وطويل حتى لتحت هذا غير 250 250 درهم ديال تركيا باش تسمعوا تركيا ان راه تركيا فيهم لي كاليتي زعما كاين راه ممتاز بزاف ما علاش خلينا نقصنا عاد دابا كاين في اللوانات هذا ما نهزوش مزيان هادو فيهم اللوانات فيه اللوانات هادو راه فيهم اللوانات كاين هاد ستايل اخر هي هذا البنوت هذا ديال جبت لكم البنيتات ديالكم هانتوما هو فيكتوريا سكرت هي ديال فيكتوريا ديال الاميره فرنسيس
عندها القبعه هذه ديال العويتقات ديال كتكون في لا شامبر ديالها ولابسه هكا كتصور هذا اوريجينال ما كتلقايش في انتما كتكون خاشيه يدها هكا باش كتسخن اليد ديالها فن تا هو هكايا هذا تا هو 250 ديال هذا 250 هذا كانوا تباعوا لي ب 350 هذاك الغوز اللي بقى هذا بقى واحد بقى غير واحد 250 بالنسبه لهذا حتى هو كيجي هذا يجي لي بيا غزي ولا حتى هي 250 زعما هي ديال تركيا زوينه القطيفه الكاليتي الرفيعه ماشي ديك اللي كتحبب ولا ديك اللي كتمزق ولا يصب يصبنا في لا ماشي ما كاين حتى مشكل عادي واخا تصبنوها في لا ماشي كلشي ما كتبدل القطيفه ديالو لا والو قطيفه نقيه هذه 250 بقات وحده بقات غير وحده فيها هذه كانوا فيها جوج الوينات بقات وحيده هذه الاكس ال بقات غير وحده الاكس ال ولباسه كانت ضعيفه بقات تلبسها لانها طايحه حيت الكتاب ديالها طايحين ماشي كيلبسها اي سميتو انتوما هو كنكتفي بهذا القدر وندوز لكم غير بالجلسه الاخرى ما وريناش كلشي غادي نوريكم شويه